الرئيس بايدن الرئيس أوباما. أنا شادي مكرم اتفصلت من شغلي علشان قصة على الفيسبوك، وأنا بخاطب ناس أنا بحترمهم وعارف إن هما عايزين حقوق إنسان وحريات إنسانية سامية جدا. أنا بناقشكم وبخاطبكم لأني أنا عايش هنا في مصر، ومصر أنا فيها أزمة. الأزمة تكمن في الرئيس السيسي، وتكمن أيضا في المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين. هو شعب متدين بطبعه وليه طبع. الرئيس أوباما، أنا بفتكر لما أنت جيت مصر قلت هناك نزعة مزعجة في هذا الشعب، علشان يتأكد من هذا الدواء. يا رئيس أوباما ورئيس بايدن، أنا بخاطبكم وبقول لكم من فضلكم، بيعملوا تمثيليات سعادتك، بيعملوا تمثيليات ويجيب لك حد مشيك ويقول لك إحنا حلوين، إحنا شيك. سيادتك، إحنا بنقول لك أنا ده كله تمثيليات، عشان كده بخاطب سعادتك وبقول لك من فضلك أرجوك إدي أمر إن التمثيليات دي ما تنجليش على ناس يعني حضارة زيهم، أو أرجوكم أنا مقدم على هجرة عشوائية لأمريكا، وأنا عايز أروح أمريكا وعايز أعمل مصر هناك، وأنا بأطالب حماية من العالم المتقدم، لأن هذا العالم يعني سيء جدا للغاية. بوليس فهمي بس يعني هذا بوليس فهمي وري آدم حضرتك سيادتك كتب قصة على الفيسبوك اترفض على من شغله، والإخوان ما عملوش حاجة سعادتك، والله ما عملوا حاجة سعادتك. يعني ده شعب طلعك انت بيقول على أوباما إخوان وهيلاري كلينتون إخوان، لا شعب بدنجان والله. فأنا بطالب سعادتك، أنا بخاطب سعادتك، لأن الأمل في العالم المتقدم وليس الأمل في الأزهر ولا الكنيسة ولا رئيس السيسي. بيقول كلام كويس، خلي بالك بيقول كلام كويس، يعني بيقول لك من حق الإنسان أن يعبد أو لا يعبد، ده ما يصحش فيه الدخل في إطلاق، بيقول لك إن مش عارف إيه وبتاع، لكن التطبيق على المستوى العام سيء جدا للغاية. وبوليس فهمي ده من المطبخ، أنا قضيت قايمة ودخلت ودفعت دم قلبي بالظلم، فده قضاء فاسد. قضيت حاجة على الفيسبوك، قصة كتبتها على الفيسبوك اغتصاب ديني، أنا أطالب حقوق وحريات إنسانية فقط، حقوق وحريات إنسانية فقط. شكرا جزيلا.